الرب يسوع قال عن نفسه ايه؟ قال انا اعرفه لانني منه، من الاب. يبقى اللي بيتكلم من الروح القدس بيتكلم منه، واللي بيعمل خطيه فهو من ابليس. غلط؟ ايوه غلط. لازم اقول ان انا غلط؟ نعم غلط، والغلط من ابليس. ساعه ما غلطت اتكلمت من روح ابليس. يوحنا كان تلميذ المسيح، هو ويعقوب، ساعه ما قال تنزل نار من السماء كان بيتكلم من روح ابليس. بطرس كان تلميذ المسيح، نعم، ساعه ما قال له حاشاك يا رب كان بيتكلم من روح ابليس. يبقى انا ساعه ما اتكلم بالخطيه انا بتكلم من روح ابليس، ساعه ما اتصرف من الخطيه انا بتصرف من روح ابليس. يبقى مفيش مجال لخداع النفس، لان ابليس من البدء يخطئ. لاجل هذا اظهر ابن الله. ليه بقى؟ مش عشان يعمل غفران وهمي للخطايا يبقى الناس مقتنعه انها غفرت خطاياها وعايشه في الخطايا، لا، ده عشان يعمل غفران حقيقي. المؤمن ينبغي ان يتقدس بعمل روح القداسه الى الدرجه اللي فيها يتشبه بالرب يسوع المسيح، وكاولاد احباء كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، ونظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين في كل سيره. كل مره سلمت نفسك للخطيه فقد سلمت نفسك لروح الخطيه، وفي المقابل برضه كل مره بتقول له لا انت تدينه عبد، زي ما كل مرة تقول نعم يمد إيده عليك ويحط سلطانه عليك، كل مرة تقول له لا أنت بتدينه. قد إيه بتدينه؟ بنفس الطريقة. لو أنت بتقول له لا من قبل ما يهوب ناحيتك يبقى بتدينه دينونة كاملة. لو أنت بتقول له لا في نص المعركة، يعني ابتديت استجبت بس قلت لا، أنت بتدينه بس دينونة جزئية. وبالتالي كل ما بتدينه كل ما بتاخد سلطان عليه. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ ملائكة إيه اللي إحنا هندينها؟ ملائكة اللي قاعدين يسبحوا قدام الرب؟ لا، هؤلاء الملائكة الساقطين. فأنا لما بعيش الوصية وبقول له لأ بيحصل إيه؟ بدين، ولما بدينه باخد سلطان عليه. وده السر، إن في واحد يقدر يقف يقول لإبليس انتهرك باسم الرب يسوع اخرج، يخرج. وفي واحد يقعد يقول له اخرج للصبح ما يخرجش. يا احبائي، ابن الله اظهر لكي ينقض اعمال ابليس، وهو ابطل ونقض اعمال ابليس. اذا انا حطيت نفسي تحت سلطان المسيح فانا مش راح يحصل لي اي شيء خارج مجد المسيح. لكن اذا كنت انا تحت سلطان ابليس اي حاجه ممكن تحصل، اي حاجه. كون الله بينجيك مرات وبيحفظك مرات، ده مش معناه ان انت مش معرض لمرات اخرى تبقى اعمال ابليس تصل اليك. اي حاجه ممكن تصل. احب اقول انت محفوظ ان كنت منه، ان كنت فيه، ان كنت متغط به، ان كنت خاضع لسلطانه، فمفيش حاجه في الدنيا تقدر تقرب عليك. من يمسكم يمس حدقه عينه. اطلع من تحت الخطيه، اخرج من تحت سلطان ابليس. الخطيه هي السلاح بتاعه. اي محاولات تبرير خطيه معناها انك بتحط رقبتك تحت السكينه بتاعته مهما كانت المبررات. لما بتعمل مبررات انت بتحط رقبتك وانت بتغمي عينيك. المبررات لن تفيدك شيء. اخرج من تحت سلطان، اخرجي من تحت سكنته، من تحت حربة الموت، من تحت سلطان الخطية، لان المسيح ابطل الخطية بذبيحة نفسه. ما تقولش انا مش قادر، انت مش قادر، انت مش عايز. لكن لو عايز استطيع كل شيء في المسيح. ما تقولش انا مغلوب ومهزوم من الخطيه، لان الخطيه ابطلت في صليب المسيح. ولو عايز تثبت في السلطان هتلاقي السلطان بياتي اليك، تديهوش فرصه يدخل الى حياتك. ما تنامش والخطيه في راسك، ما تنامش والزنانه بتزن جنب ودنك، لانك لو نمت والزنانه بتزن في ودنك على ما يطلع النهار هيكون قيدك، ما تديهوش فرصه يقيدك. لو قيدك ما تستسلمش للقيد، لانك لو استسلمت للقيد هينتقل لمرحله تانية يمد سلطانه عليك ويسود على جسدك.
اكسر القيد واخرج منه. مش عارف تكسره، روح لحد يكسره لك، صلي معاك وينكسر عنك، ما تديهوش فرصة. قيدك وضحك عليك وألقى في قلبك ودخل جواك، لسه ما يزال في شفاء. واحدة من علامات ملكوت الله السلطان المسيح وضعه في كنيسته لإخراج الشياطين. إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. لسه في سلطان يقدر يخرجه من جواك دلوقتي، بس اختار إنك ترفض الخطيئة.